السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في محاضرتنا الثانية من استكمال شرحنا للأورجانيك بوليمر كيمستري. النهاردة بإذن الله هنتكلم على عملية البوليمرايزيشن. المحاضرة الأولانية عملنا فرشة بسيطة كده عشان نفهم مدخل أساسي للأورجانيك بوليمر كيمستري. فالمرة دي بإذن الله عايزين نعرف إزاي عملية البوليمرايزيشن بتتم، إزاي المونومر يونت، قلنا يعني ايه مونومر المرة اللي فاتت، والبوليمر والأوليجمر والكلام ده كله. فعايزين نفهم ازاي المونومر بترتبط مع بعضها، ايه الميكانيزم اللي بتتم بيه العملية دي عشان يمسكوا مع بعض ويدوني الماكروموليكيول اللي هو البوليمر اللي بيطلع لي الناتج النهائي. تمام، يلا بينا نشوف القصة دي. فبيقول لي البوليمرايزيشن، بيقول لي ان البوليمر ده هو عبارة عن ماكروموليكيول او لارج موليكيول ميد باي ايه اللينكج مع وحدات مع بعضها من المونومر، يبقى هو عبارة عن ماكروموليكول ناتج من ترابط المونومر مع بعضهم. طيب الملكيول الضخم ده قصته ايه او بيتكون ازاي؟ بيقول لي البوليمرايزيشن او البوليمر عموما اقدر اقسمه لتو كاتيجوري، اديشن بوليمر او اديشن بوليمر جاي من اديشن بوليمرايزيشن، او كوندنسيشن بوليمر او كوندنسيشنال بوليمرايزيشن. طيب سيبك من الكوندنسيشن خالص دلوقتي، هنتكلم على الاديشن بوليمرايزيشن. يعني ايه اديشن؟ بيقول لي الاديشن بوليمرايزيشن ده بيتم في المونومر اللي بيكون فيه دبل بوند، تمام، وبتتم الرياكشن بيتم ازاي؟ عن طريق ان انا بفتح اللي هي الباي بوند دي ويرتبطوا الوحدات مع بعضهم كلهم. طب تمام، ايه القصه؟ بيقول لي ان عمليه كسر البوند دي بتعتمد على نوع السبستيتوانت اللي هو حوالين الباي بوند. بمعنى تعال نكمل ونشوف. يبقى قلنا البوليمرايزيشن بنتكلم على الاديشن بوليمرايزيشن، يعني بتكلم على المونومر اللي فيه دبل بوند. كل كلام المحاضره دي واللي بعدها على القصه دي بس. فبيقول لي البوليمرايزيشن بالنسبه لي كده هتكون واحده من ثلاث حاجات، يا اما فري راديكال بوليمرايزيشن، او كاتايونيك بوليمرايزيشن، او انايونيك بوليمرايزيشن. يعني ايه؟ هنا التسميه على حسب، على حسب ايه؟ على حسب وانا بكسر الباي بوند بكسرها ازاي. بمعنى بيقول لي بص، انت لو عندك باي بوند وجيت تكسرها، يا اما تكسرها هوموليتيك اللي هو كسر متماثل ويديك راديكال، تمام، فبيبقى فاضل سيجما زي ما هي، وهنا مثلا بقى هنا في راديكال وهنا في راديكال. طيب ايه اللي حفز عمليه الكسر اصلا وليه تبقى راديكال؟ ليه ما تكسرش هما الاثنين يبقوا كده وتروح البوند بكل الكتروناتها لجنب من الجناب ويبقى جنب بوزيتيف وجنب نيجاتيف، تمام، وليه كسرت في الاتجاه ده؟ ليه ما كسرتش في الاتجاه التاني؟ بيقول لي كل الاحتمالات دي وارده، وعلى حسب الكونديشن بتاعت الرياكشن، وعلى حسب الانيشيتور او المونومر يونت اصلا اللي عندك اللي انت مستخدمه هيتحدد الميكانيزم اللي بتتم بيه عمليه البوليمرايزيشن. فبيقول لي لو كان الكسر هوموليتيك للمونومر يونت وتكون عندي راديكال في الاول فهيمشي الرياكشن بالفري راديكال ميكانيزم، ولكن لو كان الكسر تمام حصل تفاعل مع حاجه فيها بوزيتيف تشارج، يعني مثلا لو عندك الالكين، لو قلنا مثلا ان هو ايثيلين اتفاعل مع حاجه بتدي له بروتون بوزيتيف فحصل كسر، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انه هيبقى عندي ادي كربونه وفي عليها 2 اتش من الاول وادي الاتش الجديده، تمام، عشان البوند كسرت كده عشان الالكترون تبقى دي نيجاتيف تمسك في الهيدروجين دي. بقى هنا على الكربونه اللي هنا دي اهي في بوزيتيف تشارج اتكون كاتاين، لو مش بالطريقه دي اسمه كاتايونيك بوليمرايزيشن. طيب لو حصل العكس وبقى على التشين، تسميه على حسب التشارج اللي على المين تشين، لو التشين بقى عليها نيجاتيف تشارج بقى اسمها انايونيك بوليمرايزيشن. ان شاء الله المره دي هنهتم بالراديكال بوليمرايزيشن والكاتايونيك بوليمرايزيشن. يلا بينا نبدا بالراديكال بوليمرايزيشن. بس قال لي قبل ما تبدا بالراديكال بوليمرايزيشن في جنرال ميكانيزم، اجمل ما في البوليمرايزيشن
ان هي بتمشي بثلاثه ستيب ورا بعض ما بيتغيروش، سواء كانت فري راديكال او كانت كاتايونيك او انايونيك بوليمرايزيشن. طيب ايه الجنرال ميكانيزم للبوليمرايزيشن؟ بيقول لي البوليمرايزيشن اول خطوه لازم تعمل انيشيشن، لازم تبدا عمليه البلمره. طيب البوليمرايزيشن دي عشان تبدا محتاج حاجه اسمها انيشيتور، يبقى الانيشيتور ده هي ماده بقدر احفزها من بره واقول لها ابداي، فهي تبدا لتشين رياكشن، تبدا تفاعل متسلسل، ويتم في التفاعل ده عمليه اضافه المونومر للتشين اللي بتنمو عندي لحد ما اوصل للبوليمر الكبير. يبقى لازم يكون عندي ستارتر، عندي حاجه بادئه، يبقى عندي انيشيتور. يبقى وانا بضيف المونومر اضيف معاه ماده ثانيه اسمها انيشيتور. في كل انواع الميكانيزمات، في كل الميكانيزمات، يبقى لو انت عايز تمشي فري راديكال يبقى اللي بيحدد الميكانيزم هنا نوع الانيشيتور اللي انت تستخدمه ونوع المونومر. تمام؟ يبقى الانيشيتور لو بيديني راديكال فهيخلي الرياكشن كله يمشي فري راديكال، لو الانيشيتور بيديني بوزيتيف تشارج او حاجه تشارج بوزيتيف يخلي الرياكشن كله يمشي كاتايونيك، لو حاجه بتديني نيجاتيف تشارج او حاجه عليها نيجاتيف تشارج هي اللي بتبدا الرياكشن، فبتعمل لي الرياكشن يمشي كله كاتايونيك بوليمرايزيشن. ولكن اللي بيحدد برضو الموضوع ده مع الانيشيتور مين؟ نوع المونومر يونت ذات نفسها. هنفهم الكلام ده واحنا بنشرح دلوقتي. يبقى اول خطوه هي الانيشيشن اللي هي ستارت. رقم اثنين هي عمليه الالونجيشن، بيحصل بروباجيشن وبيحصل زياده في الموليكولار ويت، لان كل مره بضيف سيجمنت جديده، بضيف فراجمنت جديده، كل مره بضيف المونومر اللي انت شغال بيه، كل مره بضيف واحده، بيتضاف الاف الالاف ورا بعض. تمام؟ طيب المرحله اللي بعدها اخر حاجه خالص بعد ما حصل الالونجيشن في الخطوه الثانيه، ودي هي اللي بيحصل فيها عمليه البوليمرايزيشن فعلا، اخر حاجه يحصل ترمينيشن، ان انا اقول له ستوب، وقف بقى العمليه دي وطلع لي البوليمر بتاعي. ما بين الانيشيشن والترمينيشن بيتكون البوليمر في مرحله الالونجيشن. طيب فوص البوليمر كلها بتعتمد على طبعا نوع المونومر، الحاجه الثانيه كام يونت من البوليمر اتضافت، ولذلك هيتحكم معايا في الخواص قد ايه سبته بيعمل بروباجيشن. هل اقدر اغير في الانيشيتور واغير في الترمينيشن واغير حتى في الفتره اللي بيقضيها في الالونجيشن عشان احصل خواص مختلفه؟ يقول لي ايوه اقدر العب في الثلاثه دول واغير معايا خواص البوليمر اللي ناتج. طيب تعالوا بقى نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ميكانيزم في البوليمر كيمستري هو الراديكال بوليمرايزيشن. راديكال يعني ايه؟ بيقول لي كلمه راديكال يعني حاجه عليها واحد امبيرد الكترون، يعني اي كربون عليها امبيرد الكترون بيسموها راديكال. تمام؟ طيب الراديكال ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الراديكال نيوترال، ولكن عشان هو فيه امبيرد الكترون بيكون هايلي رياكتيف. تمام؟ بيقول لي مش بالسهل ان انا اكسر اللي هو الدبل بوند بتاعت فرضيا مثلا ايثيلين، صعب ان انا اكسرها بالظروف العاديه دي واخليها ايه تفتح تبقى اثنين راديكال وتعمل البوليمرايزيشن. زمان كان بيشرح لك بيقول لك ان الايثيلين نخليه مع بعض ونضغطه في فيسل ونقعد نضغط فيه لحد السنه الجديده ان شاء الله كده، وسخن كمان عشان تفتح البوند دي وتعمل فري راديكال بوليمرايزيشن. بس عشان يريح نفسه من الصداع ده كله بيقول لي لا، انا مش هقعد استنى رابطه قويه تتكسر، انا هضيف انيشيتور. تعالى بقى كده نشوف الانيشيتور بتاع الفري راديكال. يبقى الانيشيتور في الفري راديكال هي ماده بتتميز بايه؟ ان فيها رابطه ضعيفه، فيها رابطه ضعيفه. افضل الروابط الضعيفه اللي بتستخدم في الانيشيتور هي الاكسجين اكسجين بوند، او بيسموهم البيروكسايد. البيروكسايدز دول ما بيستحملوش اي حراره، يعني انت ممكن ابسط حاجه الهيدروجين بيروكسايد اللي هو اتش او او اتش، اللي هو الهيدروجين بيروكسايد، الرابطه دي ضعيفه جدا، انت ممكن تكسرها عند 60 درجه سيليزيوس، يعني انت مش محتاج حراره عاليه وتبدا الرياكشن، يبقى ممكن تكسرها بالحراره. او ممكن تكسرها بايه بقى؟ ودي يعني من افضل الحاجات، ودي طريقه كلين قوي، انك انت تكسرها ببلس قصيره ولكن قويه جدا من اليو في. تمام؟ او من اي مصدر للراديشن، تبدا بس الرياكشن بيها. وبعد كده اول ما هتكسر البوند هتكسرها ازاي؟ هتكسر لي البوند دي هوموليتيك، يعني البوند دي ثانيه امسح لك دي، تكسر البوند دي، البوند دي 2 الكترون، يعني الكترون هنا والكترون هنا،
هيجي واحد منهم يجي هنا والتاني يبقى هنا، يبقى انا عندي بقى عندي ار او راديكال، دي الانيشيشن. يبقى انا جبت بيروكسايد اي اورجانيك بيروكسايد، وجيت طبعا مش اي يعني مش اي اورجانيك بيروكسايد، بيروكسايدز معينه يعني عشان تبقى مفضله شويه، جبته عرضته لراديشن او حراره ما بتكونش عاليه قوي، عشان البند اصلا بيسموها هيت لابايل، ان هي مش ثابته حراريا، ان انت بس بالتسخين او يعني بصدمه من الاشعه فوق البنفسجيه بتلاقي ان البند دي اتكسرت جدا. ادتني ايه؟ ادتني 2 راديكال. ده بقى هو الانيشيتور. لحد كده تمام. هل الراديكال ده يسكت؟ لا. ايه الاحتمالات اللي يعملها الراديكال ده؟ اولا ممكن يرجعوا يمسكوا في بعض تاني، ماشي، بس ده احتمال ضعيف. الاحتمال الاكبر، لان بيبقى تركيز الانيشيتور قليل جدا، كميه الانيشيتور قليله جدا مقارنه بكميه المونومر يونت اللي انا مالي بيها الرياكتور. انا حاططهم في رياكشن فيسل كبيره جدا، الشركات بتشتغل باحجام ضخمه، وحاطط كميه صغيره من الانيشيتور وبدات الرياكشن، يبقى افضل حاجه ان يروح يمسك في مين؟ يجي ماسك ويتفاعل مع الالكين اللي انت حاطه عندك، المونومر اللي انت بادئ بيه. طيب مجرد ما هيجي يتفاعل ايه اللي هيحصل؟ هو اللي هيحفز عمليه كسر الباي بوند دي، باي واللي تحت سيجما، السيجما قويه وبتبقى صعب جدا كسرها، هيكسر الباي، هيكسر الباي لراديكال هنا وراديكال هنا. الراديكال ده مع ده يكون بوند، تمام، يبقى تكون عندي مين؟ اهو الانيشيتور ومسك في الكربون الاولانيه، حلو، والكربونه الثانيه بقى عليها راديكال جديد، حلو قوي. دي خطوه ايه؟ الانيشيشن. يبقى خطوه الانيشيشن انا عملت قلقت الراديكال ده ازاي اصلا؟ ان انا جبت حاجه فيها بوند ضعيفه، حاجات بيكون فيها يا اما او او بوند او ان دبل بوند ان، تمام، اللي هي الازو كومباوند، برضو المركبات دي ضعيفه الى حد ما، بس غالبا بيفضلوا البيروكسايد. طيب كسرتهم باليو في او بالحراره، اداني 2 راديكال. الراديكال هيتفاعل مع المونومر يونت، هيكسر البوند دي هوموليتيك، ادي فري الكترون هنا امبيرد وهنا امبيرد، هيعملوا بيرنج ويديني بوند هنا جديد اهي، يبقى كون مين؟ الراديكال جنب منهم كون البوند الجديده دي، حلو قوي، وتكون عندي راديكال جديد في نهايه المونومر من الجنب الثاني، تمام. كده استهلكت كل الانيشيتور اللي عندي. طبعا الانيشيتور الثاني الجزيء الثاني هيعمل برضو نفس العمله دي مع جزيء الكين ثاني. لحد كده تمام. فين البوليمر؟ فين بقى البوليمر اللي اتكون؟ ما تكونش بوليمر لحد دلوقتي. استنى بقى، دي بدايه القصه، يعني اللي انت شفته ده مجرد البدايه. ليه بقى؟ بيقول لي لان انت بعد ما خلصت اول خطوه اللي هي الانيشيشن سبت راديكال، سبت راديكال على الكربون، كل اللي هيحصل ان الراديكال ده هيرجع مره ثانيه يهاجم جزيء جديد، ويتعامل كل مره الراديكال ده يتعامل كل مره كانه زي الراديكال هنا، ويبدا يتفاعل بشكل متواصل مع عدد لا نهائي من الالكينز. يبقى اول خطوه الانيشيشن عملت الراديكال من الانيشيتور، بعد كده اول جزء من الانيشيتور اتفاعل مع المونومر اللي عندي وساب لي فري الكترون او امبيرد الكترون موجود على الكربونه، تمام، دي خطوه الانيشيشن. بعد كده بقى البروباجيشن، البروباجيشن ان الراديكال اللي سبته في نهايه خطوه الانيشيشن هيرجع يعمل اتاك على سكند مونومر موليكول ان ذا سيم واي، فبيحصل ترانسفير للاكتيف سنتر لمين؟ للجزء الجديد، تمام، والعمليه دي تتكرر ملايين المرات لحد ما يحصل جرو للبوليمر تشين. يبقى دي نهايه خطوه الانيشيشن، عمل اتاك برضو بنفس الطريقه، يتكسر ده هنا راديكال وهنا راديكال، دول الاثنين يمسكوا في بعض ويعملوا بوند، يبقى اهو ده القديم ودي الرابطه الجديده، وهنا اهو ده الحته اللي اتضافت جديد، وده برضو الراديكال موجود هنا، هيضمن ان الرياكشن يمشي ويكمل بعد كده. يعني من الاخر الاكتيف سنتر كل مره بيترحل معايا على الطرف البعيد من السلسله، يبقى بيترحل كل مره الفري راديكال او الاكتيف سايت ده بيتنقل، يعني هو كان اول مره كان هنا، بعد كده لما اضاف المونومر الجديد نقل على اللي بعده، كل مره بيتنقل 2 كربون، كل مره بيمشي مسافه 2 كربون اللي هي مين؟ المونومر اللي عندي.
حلو قوي. يبقى بعد عدد كبير جدا من خطوات الرياكشن هتلاقي ان ادي الانيشيتور في اخر السلسله من الجنب، وفي الجنب النهايه خالص هنا لسه الراديكال موجود، ولكن هنا وصل بقى عدد كبير جدا من المونومر يونت. تمام، يعني مثلا 5000 6000 10000 100000 يوصل مليون في بعض انواع من البوليمرز. المهم انه حصل الرياكشن ده اتكرر عدد كبير جدا من المره. والتاني البوليمر، يبقى اول خطوه قلنا الانيشيشن وكونت فيها راديكال. دي بقى الخطوه الثانيه اللي هي البروباجيشن اللي بيحصل فيها النمو الفعلي للبوليمر تشين. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ عايزين نوقف بقى الرياكشن ده، عايزين نوقف الرياكشن ده. كويس، قبل ما تفكر انك توقف الرياكشن اسال نفسك، هو انا عندي تشين واحده بتنمو لوحدها؟ لا، ده انا عندي عدد لا يمكن حصره من التشين اللي كانت بتنمو جنب بعضها كلهم مع بعض. تمام، طيب كل مره الراديكال بيكمل. حلو قوي، انا عايز اوقف التشين رياكشن ده. خلاص بقى البوليمر تشين بقت كبيره جدا، والبوليمر تشين بقت تقيله جدا، وحتى فكره ان هو ده مثلا المولكيولار ويت بتاعه وصل مليون ولا 2 مليون او حتى 500000، المهم ان هو اصبح المولكيولار ويت بتاعه كبير جدا، فاصبح حتى الحركه بتاعته جوه الرياكتور تقيله، ففكره انه يتفاعل تاني هتبقى ضعيفه، وبقى اتقل بقى اللي هو المونومر الصغيره هي اللي فرصه نموها اسرع. هو خلاص عايز يوصل لمرحله يبقى فيها مستقر. تمام، عايز يوصل لمرحله التيرمينيشن، عايز يعمل الستوب. يبقى ما تتوهش مني، اول مرحله عملت الانيشيشن وكونت الراديكال، ان انا حطيت الانيشيتور وكسرته باليو في او كسرته بحراره. اداني مين؟ اهو اداني الراديكال. الراديكال هاجم المونومر اللي انا حاطه بقى ده اللي انا عايز منه اعمل منه البوليمر، والتاني اول جزء اللي هيكمل بقى عليه بناء التشين كلها. التاني اول جزء عندي هنا اللي هو فيه الراديكال. بعد كده في خطوه البروباجيشن المركب ده هيرجع بقى يتفاعل مع عدد كبير جدا من المونومرز اللي عندي. حلو، اداني بوليمر تشين وابتدى يكمل لحد ما بقت البوليمر تشين كبيره جدا، وصلت لمرحله ان البوليمر تشين بقت ضخمه بشكل رهيب، فعايز اوقف الرياكشن. تمام، بيقول لي واحده من اسهل الحاجات ان انا اوقف الرياكشن، انا عايز اعمل بيرنج اللي هو للالكترون ده، اللي هو الالكترون المفرد اللي مزهقني ده. حلو، طيب في اكتر من طريقه. اولا ايه اللي يحصل؟ ممكن تشين بتنمو من هنا، ادي نوع من انواع التيرمينيشن، نوع من اللي يقف، تروح تمسك في تشين ثانيه كانت بتنمو جنبها، يبقى تشين عامله جرو في مكان وجنبها تشين ثانيه، دي فيها راديكال ودي فيها راديكال، يمسكوا في بعض هما الاثنين، يبقى اثنين تشين ويمسكوا في بعض، والطريقه دي اسمها كومباينيشن، عمليه كومباينيشن، مسكوا في بعض الاثنين تشين كان انا كملت التشين. فتحس ان في خطوه الكومباينيشن كاني ضربت المولكيولار ويت في اثنين، يبقى ضربت المولكيولار ويت كاني ضربته في اثنين، لان التشين كانت بتنمو كويس عادي جدا ماشيه، كل مره بتضيف اثنين كربون، وبعد كده في خطوه واحده لا ده الاثنين تشين مسكوا في بعض. دي طريقه ممكن تحصل. طيب الطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه انه تتكسر واحده من البوند دول، دي او دي. حلو، طيب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا لو كسرت البوند دي هكسرها هوموليتك، يعني دي هتاخد الكترون مفرد ودي هتاخد الكترون مفرد، والنتيجه استفدت ايه؟ ده انا بدلت مشكله بثلاثه. ركز معايا، دي بقت اتش راديكال لوحدها، ودي بقت عليها راديكال، خلاص دي راحت بقى، خلاص انتهينا. دول هيمسكوا في بعض كده ويعملوا دبل بوند، يبقى اصبح نهايه السلسله كانها سي دبل بوند سي اتش 2. تمام، وبقيت التشين كلها اللي اخرها جزئي الانيشيتور اللي انا بدات بيه. دي الطريقه الثانيه بتاعت التيرمينيشن او وقف عمليه الجرو بتاعت البوليمر تشين. يبقى كده انا ممكن اوقف الجرو او عمليه النمو بتاعت البوليمر تشين بطريقتين. تعالوا كده نشوفوهم بقى. يبقى عمليه التيرمينيشن تو ستيب. طيب التيرمينيشن بتكون بحاجتين، يا اما ريكومباينيشن، وقلت لك الريكومباينيشن ان اثنين تشين بيعملوا جرو هما الاثنين في نفس الوقت مع بعض يمسكوا في بعض، يبقى تو جروينج تشين راديكال، يبقى هي التشين اصلا بيبقى عليها راديكال.
بيكونوا كوفالنت بوند مع بعض وتكون سنجل وستيبل موليكيول، يبقى بيكون سيجما بوند تمام رابطه قويه، ويبقى التشين كده مسكت في بعض وانتهى، لان انا ايه قتلت او نهيت فكره اللي هو الاكتيف سايت اللي كان في نهايه السلسله. طيب دي طريقه. الطريقه الثانيه ان مين ان هي ممكن يحصل ديس بروبورشنيشن. يعني ايه ديس بروبورشنيشن؟ بصراحه الكلمه دي مش عارف حتى ترجمتها بالعربي ايه، بس هي كلمة disproportionation بتتقال دايما على الحاجة اللي بتعمل، يعني يبقى نفس الجزء ويعمل تفاعلين مختلفين في نفس الوقت، غالبا بيكونوا تفاعلات أكسدة واختزال، كأنه يعني بيحصل له أكسدة واختزال نفس الجزء. يعني تلاقي مثلا المركب عندك منه اتنين مولكيول، جزئين منه، واحد يتأكسد واحد يختزل في نفس الوقت، وهم يتأكسدوا ويختزلوا بعضهم في نفس الوقت. ازاي؟ لو انت كملت معايا من بدري كنت بشرح لك، بقول لك انه كان بيحصل ان اتش هنا بتطلع اتش راديكال، وكان بيبقى راديكال هنا بيكون دبل بوند مع الراديكال ده. حلو، بس ما قلتلكش الاتش راديكال ده بيروح فين، صح؟ يبقى تكون عندي اتش راديكال، تمام. الاتش راديكال ده هيجي رايح على تشين ثانيه ويجي ماسك فيها، تمام، يكون معاها بوند، يبقى بقت النهايه بتاعت السلسله سي اتش 3. يبقى واحده من السلسلتين بقت unsaturated تكون فيها باي بوند، والثانيه بقت سي اتش 3. ده اسمه ديس بروبورشنيشن، لان واحده فقدت هيدروجين كانها اتاكسدت، وواحده اكتسبت هيدروجين كانها اختزلت، تمام. طيب يبقى كده عمليه التيرمينيشن او وقف نمو سلسله البوليمر بتتم بطريقه من الاثنين. اول حاجه اللي هي الريكومباينيشن او عمليه الكومباينيشن، ان هما الاثنين تشين لتشين راديكال وتشين راديكال، هما الاثنين مع بعض يمسكوا مع بعض ويكونوا تشين كبيره جدا، او انه يحصل الاثنين تشين مع بعض ما يمسكوش، لا يحصل لهم ديس بروبورشنيشن، واحده تطلع اتش راديكال والثانيه تاخد الاتش راديكال تتفاعل معاه، فدي كونت دبل بوند والثانيه بقت نهايتها سي اتش 3. حلو قوي. طيب اللي صاحي ومصحصح معايا، انا هعرف نوع التيرمينيشن ازاي، تمام. يبقى تعالى كده نوريك حته الديس بروبورشنيشن ووريك كومباينيشن. ان انا لو عندي راديكال دي مثلا بوليمر تشين، انا جايبها لك بس حاجه صغيره، وادي بوليمر تشين الثانيه مكمله هنا معايا، يبقى عندي بوليمر تشين وبوليمر تشين ثانيه، تمام. عندي تشين طويله جدا هنا وعندي تشين طويله هنا كده، انا يهمني الاثنين راديكال دول، ايه اللي هيحصل ما بينهم؟ بيقول لي اللي هيحصل حاجه من اتنين، رقم واحد ان هما الاثنين يتفاعلوا مع بعض ويعملوا ريكومباينيشن، وبدل مثلا دول كانوا اتنين كربون ودول اتنين كربون، تلاقي ان السلسله اللي ناتجه فيها اربعه كربون، كانك ضربت الموليكولار ويت في اتنين، ضربتها كانك ضربتها في اتنين. ريكومباينيشن حاجه مفضله جدا في الرياكشن، ولكن مشكلتها الاساسيه ان هي بتحتاج شويه كونديشن مش سهل تظبطها، بمعنى ان انت على حسب ما هتظبط كونديشن الرياكشن ممكن يحصل عندك ترمينيشن بالديس بروبورشنيشن او بالريكومباينيشن. غالبا الريكومباينيشن بيكون في الحراره المنخفضه في اللو تمبريتشر، يبقى في اللو تمبريتشر بيكون فرصه الريكومباينيشن افضل، تمام. طيب مميزات الريكومباينيشن ايه؟ انه بيديني بوليمر الموليكولار ويت بتاعه عالي جدا، لانه بيحصل نمو الاثنين تشين وفي الاخر الاثنين تشين يمسكوا في بعض هم كلهم. ده كلام كويس جدا. امال الديس بروبورشنيشن؟ لا، اللي بيحصل حاجه من اثنين. ايه دي؟ بص، اللي بيحصل فقد البروتون من فين؟ مش اللي عليها راديكال، دي بتسيبها، دي مش معانا خالص. اللي بيحصل الرياكشن بيحصل هنا او هنا في المكان ده، تمام، على اول كربونه بعد الكربونه اللي عليها الراديكال، تمام. طيب لو قلنا ان دي اتنين، وهبعد لك ال H دي شوية، ودي هتكسر لفوق تبقى دي راديكال، تمام. طبعا بيبقى نص سهم، ماشي، عشان بس محدش يقعد يقول لي ايه انت بترسم السهم كامل او بترسم السهم كده، معناه ان هي خدت دي 1 الكترون ودي خدت 1 الكترون اهي، تمام، بقى عليها امبيرد الكترون، يبقى دي بقى H راديكال، ودي بقت داي راديكال، دي بقت داي راديكال.
فالدايره دي كان هينزل هيعملوا بوند مع بعض، وتبقى دي فيها دبل بوند اهو. ده حلو قوي. يبقى اول واحد كون لي مين؟ الدبل بوند. طيب الاتش راديكال اللي طالع عندي بقى، الاتش راديكال اللي عندي ده يروح يتفاعل مع الجزيء الثاني ويعمل بوند هو كمان، ويديني مركب ساتيوريتد. يبقى الديسبروبورشنيشن بيديني مركب في نهايه السلسله منه دبل بوند، والثاني يبقى ساتيوريتد. حلو قوي. امال الريكومباينيشن بيديني تشين كامله كلها ساتيوريتد. طيب والموليكولار ويت بتاعه بقى الدبل. طيب تعالى بقى كده اسالك سؤال، اديني افكار، انا مش عايزك تحل هنا، اديني فكره، عايز اشوفك مصحصح معايا ولا لا. ازاي انا احدد مين في طور الترمينيشن هو اللي حصل؟ عايز اعرف مين في طور الترمينيشن هو اللي حصل عندي. يقول لي انا مش عارف، ممكن يكون ريكومباينيشن وممكن يكون ديسبروبورشنيشن. اصحى، في الديسبروبورشنيشن ايه اللي حصل؟ وفي الريكومباينيشن ايه اللي حصل؟ في الريكومباينيشن كان عندك تشين، ركز اهي اهي ثاني، كان عندك تشين وتشين كانهم اتنين منهم مسكوا مع بعض، مسكوا مع بعض في النص. ركز في مين؟ في حاجه بيسموها الاند جروب. ركز في الانيشيتور، لو دول كانوا تشين كل تشين نامت لوحدها، هتلاقي في نهايه البوليمر تشين الناتج من عمليه الريكومباينيشن انيشيتور من الجنب ده، وهتلاقي في نهايه السلسله الثانيه او ار برضو انيشيتور من الجنب الثاني. يبقى لو بقيت في، لو لقيت في التشين من هنا جزيء الانيشيتور، يعني لقيت في نهايتها من هنا جزيء الانيشيتور، في النهايه من هنا جزيء الانيشيتور اللي انت بادئ بيه، يبقى ده يعرفك ان التشين دي حصل فيها ريكومباينيشن، حصل فيها ريكومباينيشن. حلو قوي. طيب هعرفها ازاي؟ في انواع من الاناليسيس بيسموها الاند جروب اناليسيس، اللي هو عايز يعرف نهايه سلسله البوليمر من هنا ومن هنا فيها ايه، وانت عارف نوع الانيشيتور اللي عندك دايما هيكون مميز جدا. يبقى انت لو لقيت عندك اتنين اند جروب، تمام، بيحصل حاجه اسمها اند جروب اناليسيس. لو لقيت عندك اتنين اند جروب، هيبقى اللي حصل عندك في نفس البوليمر تشين، في البوليمر الواحده من اول من هنا واولها من هنا، يعني الاول والاخر فيه اتنين من الانيشيتور، ده ياكد لي انه حصل ريكومباينيشن. امال الديسبروبورشنيشن؟ بيقول لي لا، في الديسبروبورشنيشن كل تشين لوحدها، كل تشين بتبقى لوحدها. فلو هنا هتلاقي واحده مثلا هنا الاند جروب، تمام، وهنا واحده اند جروب، تمام، اللي هي جزيء الانيشيتور. يبقى الانيشيتور بيكون اند جروب، يبقى انا اقدر اتعرف على الطريقه دي. بس يبقى انت بالنسبه لك لو قلت لك ازاي ممكن تعرف الرياكشن ده حصل ترمينيشن بطريقه ريكومباينيشن ولا بطريقه الديسبروبورشنيشن، هتقول لي هعمل اند جروب اناليسيس او من معرفه الاند جروب. يعني انا لو رسمت لك البوليمر تشين، بوليمر تشين طويله جدا فرضيا من البوليسيرين اي مكان، ولقيت هنا مثلا، ومش هجيب لك كمان الانساتيوريتد، عارفك انت بقى ايه؟ هتشغل دماغك وتقول لي انا هعرف اللي هي فيها انساتيوريشن، يعني لو كان فيها ايه؟ لو كان فيها نهايتها هنا باي بوند، دي جايه من ديسبروبورشنيشن. حلوه. ولكن بقى هجيبها لك ساتيوريتد. خد بقى الاحلى، وجايب لك هنا انيشيتور مثلا او ار. لحد هنا ديسبروبورشنيشن، لكن لو عملت لك هنا كمان او ار، لا ده حصل ريكومباينيشن في النص هنا، ان كانت دي تشين لوحدها بتنمو لوحدها، ودي كانت التشين اللي جنبها، وحصل ما بينهم تلاحم في المنطقه اللي في النص، الاثنين راديكال ماسكوا في بعض. تمام؟ دي حاجه كنت عايز اكد عليها وتبقى فاهمها كويس. دي فكره مين؟ الراديكال بوليمرايزيشن. خلصنا الميكانيزم؟ خلصنا الميكانيزم. يبقى الميكانيزم ثلاث خطوات، انيشيشن بكون فيه الراديكال، بروباجيشن ان الراديكال بيبدا يتنقل لبدايه السلسله ويتضاف وحدات من المونومر تاني وتاني لحد ما يكون البوليمر تشين، وبيحصل فيها الالونجيشن الفعلي. بعد كده الترمينيشن، وقلنا بيتم بطريقه من الاثنين، يا اما يحصل ديسبروبورشنيشن او ريكومباينيشن. تمام؟
حلو قوي. بيقول لي الدنيا مش دايما وردي، بمعنى هل ينفع انا اضيف المونيمر بتاعتي واعمل الرياكشن وانا سايبها كده اللي يحصل يحصل؟ بيقول لي ما ينفعش في الصناعه الكلام ده، ما ينفعش معاهم خالص، لازم كل حاجه تبقى تحت سيطره دقيقه، لان زي ما قلت لك المولكيولار ويت بتاع البوليمر بيتحكم في الخواص الفيزيائيه من ناحيه الصلابه والمقاومه وكل حاجه ليه بعد ما يتكون البوليمر اللي عندي. فهنا انت ملزم تتحكم في المولكيولار ويت، ولذلك بيبقى في نوع تاني من الترمينيشن بيكون بقى ايه بشكل يعني تحت سيطرتي تحت ايدي، حاجه اسمها تشين ترانسفير. يعني ايه تشين ترانسفير؟ وكل انواع البوليمرايزيشن انيونيك كاتايونيك او فري راديكال، التشين ترانسفير ان انا بحط موليكل او جزيء صغير يتفاعل مع التشين اللي بتنمو، يعني التشين بعد ما وصلت لطول معين او بعد ما الرياكشن، انا عارف مثلا من الرياكشن ريت ان انا محتاج في البوليمرايزيشن دي 3 دقائق ويكون البوليمر فرضيا وصل للموليكولار ويت اللي انا عايزه، مش عايز يكمل تاني، اجي ضايف له جزيء صغير فيه بوند ضعيفه او انا عارفه اصلا هيتفاعل مع الراديكال ويمسك فيه، يبقى تلاقي ان ده كون راديكال وده مثلا اكس واي ده، تمام دي اكس اتكسرت هي كمان واداني راديكال هنا اتفاعلوا مع بعض فتكونت دي ونهت قدره السلسله على انها تنمو تاني، عملت ترمينيشن بشكل متعمد وتكون الراديكال الجديد ده، ولكن ده مش هيتفاعل مع حاجه تانيه او ممكن يمسك في واي تانيه من الجزيء، المهم ان هو مش هيخلي البوليمر تشين تنمو. يبقى فكره التشين ترانسفير ان انا في البوليمرايزيشن رياكشن بضيف بعض المركبات، بس ده مش من البدايه، بضيفه بعد ما يكون عدى وقت معين وحصل بوليمرايزيشن لدرجه انا عايزها. فببقى عامل ايه؟ بنقل الاكتيفيتي بتاعه الجروينج بوليمر تشين لانذر موليكول عشان اوقف عمليه البلمره، تمام؟ وده بيديني تحكم في المولكيولار ويت. كل ما اتاخرت اكتر في اضافه اللي هو السمول موليكول اللي بيعمل التشين ترانسفير هيعمل ايه؟ هيخلي المولكيولار ويت يزيد، ولكن انا لو خليت الرياكشن مثلا يمشي 10 12 ثانيه او دقيقه ولا حاجه وضفت المركب بتاعي، ايه اللي هيحصل؟ هيكون المولكيولار ويت بتاعي صغير. اللي مستغرب ان الرياكشن بياخد 10 ل 12 ثانيه، بعض البوليمرايزيشن رياكشن بتتم في فراكشن من الثانيه، في جزء من الثانيه بيكون البوليمرايزيشن حصل كله دفعه واحده، تمام؟ فانا لازم اتحكم في المولكيولار ويت. يبقى طريقه التشين ترانسفير دي من ضمن الطرق المستخدمه في التحكم في المولكيولار ويت بتاع البوليمر الناتج، ودي تعتبر طريقه ترمينيشن متعمده. يبقى طريقه بتسمح بالتحكم في الوزن الجزيئي للبوليمر الناتج وبالتالي الخواص بتاعت البوليمر عن طريق ان انا بعمل ترمينيشن متعمد. حلو قوي. تعالى بقى نجيب لك الميكانيزم كله. يبقى اول حاجه الانيشيتور كسرته اداني اثنين جزيء من هما عليهم الراديكال، ما دام تلاقي مكتوب اي ان ونقطه يبقى ده انيشيتور. الانيشيتور هيتفاعل مع المونيمر، وادي الانيشيتور اهو وادي المونيمر بتاعي وهي مكانه الار جروب، تمام؟ بدا الراديكال ده لحد هنا كده خلصت خطوه الانيشيشن، يعني الحته اللي فوق دي كلها انيشيشن، دي كلها بقى مين؟ النمو بتاع السلسله البروباجيشن، تمام؟ طيب في البروباجيشن ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل في البروباجيشن ان الراديكال ده هيبدا يهاجم هنا ودي تكسر برضو هنا وهنا ويتكون، وادي الراديكال مكمل معايا يكمل في النمو لحد ما يديني البوليمر تشين، لحد ما في الاخر خالص اداني بوليمر تشين طويله جدا، وادي الراديكال اللي عندي وادي الانيشيتور اللي كان بادئ معايا. نيجي لخطوه الترمينيشن. بيقول لي الترمينيشن في اكتر من طريقه، في اكتر من طريقه، ممكن يتفاعل مع السولفنت اللي عندي، ممكن يتفاعل مع انيشيتور تاني، ممكن يمسك انيشيتور من الجنب التاني، ممكن يتفاعل مع اي مركب هنا، ممكن يتفاعل مع سلسله او نص سلسله من مركب تاني. ليه؟ لان فكره الراديكال ده ضعيف جدا في تفاعلاته وبيجي عايز يمسك في اي حاجه تقابله، عايز يتفاعل وخلاص، عايز يوصل لوضع اكتر في الاستابيليتي. لكن تتخيل ان في راديكال دي من انشط الحاجات اللي ممكن لو تواجدت جوه جسم الانسان بتسبب كانسر. منشا الكانسر جوه جسم الانسان هي الفري راديكال، تمام؟ الحاجات اللي بتسبب اوكسيديتيف ستريس زي البيروكسيدز والحاجات دي هي اللي بتسبب كانسر في جسم الانسان، تمام؟ عشان كده الراديكال ده بيكون ليه القدره انه يتفاعل مع اي حاجه. والدليل انه احيان كتيره بيكون الرياكشن مش بيرفكت،
يعني ايه رياكشن مش بيرفكت؟ انا اللي جبته لك هنا جبت لك الحاله البيرفكت، ان هو ايه دايما بيحصل رياكشن من هنا لهنا ودايما بالترتيب، يعني دايما الحته دي بتيجي تتفاعل مع البدايه هنا. طب ليه ما اتفاعلتش هنا؟ ما سكتش في الحته دي. تعال نشوف الاحتمالات بقى اللي عندنا. الاحتمالات اللي عندنا لو قلنا ان دي التيل ودي هي الهيد بتاعت المونيمر، يبقى انا عندي هيد وتيل. بيقول لي والله الاحتمالات اللي عندك ان يمشي الرياكشن زي ما انت متوقع، مرصوص والدنيا تمام ويمشي هيد تو تيل، حلو، ولكن ممكن يتجنن ويمشي هيد تو هيد، تمام، ويبقى المجموعات دي جنب بعض، يعني ادي كربون ادي كربون، وممكن يمشي تيل تو تيل. طب وده ايه اللي بيحصل؟ بيقول لي والله هو دايما المفضل هي فكره مين؟ الهيد تو تيل دي، عشان الاستريك افكت دول ما يبقوش قريبين من بعض، تمام، حلو، ولكن لان الرياكتيفيتي بتاعه الراديكال عنيفه جدا، يعني مثلا انت لو عندك البوليفينايل كلورايد بيمشي هيد تو تيل والدنيا جميله، ولكن بيقول لي عشان الراديكال ما بيصبرش احيان كتيره بيتفاعل حتى هيد تو هيد او تيل تو تيل، ولكن نسبه قليله لو قارناه بالهيد تو تيل. يبقى الهيد تو تيل هو الاساسي، ولكن في بعض الامبرفكشن. مش كده وبس، بيقول لي ان مثلا من ضمن الالكينز اللي بتتفاعل طبعا بالفري راديكال، يبقى اتكلمنا على اول نوع اللي هو مين؟ فري راديكال. الحاجات اللي بتمشي بالراديكال بوليمرايزيشن هي طبعا لازم يبقى فيها دبل بوند، دي اساسي، ما عشان تعمل بوليمرايزيشن لازم يبقى فيها باي بوند، تمام. واحد يقول لي الاروماتيك رينج هتعمل بوليمرايزيشن، لا، دي ستيبل جدا، صعب جدا تكسرها، والقصه بتاعتها غير خالص، تمام. يبقى كل الرياكشنات هتتم على اللي هو التشين الخارجيه. بيقول لي من ضمنهم الستايرين بيمشي بالفري راديكال، اكريلو نايترايل طبعا ده نايترايل جروب وكانه مشتق من اكريليك اسيد، او 1 3 بيوتاداين، فاينايل كلورايد او الفاينايل اسيتيت، ده هو الاسيتيت وكانه استر من الفاينايل الكول، ده فاينايل اسيتيت او ميثايل ميثاكريليت، كل دول بيمشوا بطريقه الفري راديكال بوليمرايزيشن، بيحصل لهم بوليمرايزيشن بالفري راديكال. طيب زي ما قلت لك الفري راديكال بوليمرايزيشن بتكون العمليه فيري فاست، العمليه سريعه بشكل ما تقدرش تتخيله، وده بيخلي الراديكال عايز يتفاعل مع اي حاجه قدامه، وعشان كده وبسبب الرياكتيفيتي العاليه بتاعه الفري راديكال بيحصل بعض الامبرفكشن. زي ما قلت لك ممكن يبقى يمسك هيد تو هيد او هيد تو تيل او تيل تو تيل احيانا، وممكن يحصل كمان برانشنج في التشين بتاعه البوليمر، ممكن يروح بدل مثلا دي المين تشين، قلنا ان دي هي المين تشين، لا، ممكن برضو تشين صغيره تمسك فيها من الاطراف بتاعتها، وده هو التفسير الوحيد ليه بيحصل برانشنج، تمام، ان هو الموضوع ما بيمشيش زي ما انا متوقعه نظري، تمام، ان هو بيمشي هيد تو تيل وبيرفكت 100%، لان زي ما قلت لك الفري راديكال ما بيصبرش، مش مستني. طب تمام، تعال بقى ناخد الكاتايونيك بوليمرايزيشن. الكاتايونيك بوليمرايزيشن هي نوع من البوليمرايزيشن برضو في الكين وكل حاجه، بس بدل ما بيبقى في فري راديكال على التشين اللي بتنمو، لا، بيبقى عليها بوزيتيف تشارج. ما هو كاتايونيك بتكلم على تشارج ان هي بتبقى كاتايون، بس طبعا ماكرو كاتايون جزء ضخم عليه بوزيتيف تشارج، فعشان يتكون بوزيتيف تشارج لازم يحصل اتاك على المونيمر الاول بحاجه عليها بوزيتيف تشارج. اسهل حاجه اتش بوزيتيف، ان انا احط له اسيد يحصل اتاك. ازاي؟ اهو بتكسر البوند دي كده فبيتكون نيجاتيف تشارج، النيجاتيف تشارج تمسك في الاتش وهنا ثابت مكانها مين؟ بوزيتيف تشارج، وتتكرر بقى العمليه بعدد لا نهائي من المرات، برضو اللي هي مين؟ قلنا عليها اللي هي الانيشيشن والبروباجيشن والترمينيشن، وان كانت الترمينيشن شويه هتبقى مختلفه هنا. تعالوا كده نشوف برضو الكاتايونيك بوليمرايزيشن هتمشي ازاي. يبقى بيقول لي في الكاتايونيك بوليمرايزيشن انه بيحصل ايه؟ بيبقى عندي كاتايونيك انيشيتور، وفي الفري راديكال بوليمرايزيشن كان عندي فري راديكال انيشيتور. طيب الكاتايونيك بوليمرايزيشن بيحصل ترانسفير للتشارج البوزيتيف للمونيمر، وبعد كده بقى لما يبقى رياكتيف يحصل نقل للرياكتيف سايت ويبدا اضافه المونيمر يونت عشان تكون بوليمر، تمام. بس بيقول لي مين بقى نوع المونيمر اللي هيتفاعل ويديني الكاتايونيك بوليمرايزيشن، او يتفاعل بالكاتايونيك بوليمرايزيشن ويسيب الفري راديكال؟ بيقول لي لازم يكون فين؟ انت لو بصيت على هنا مثلا ده مشتق من الاسيلين،
بيقول لي لو بقت هنا في جروب ار بتدي الكترونات او بتعمل بوش للالكترون بتوعها بالاندكتيف افكت، بتدي بالاندكتيف او بالريزونانس او باي طريقه، المهم ان هي بتدي الالكترون. طيب لما هي بتدي الكترون عشان لو تكون بوزيتيف تشارج، لو حصل كسر للبوند دي كده ودي اتفعلت مع اتش بوزيتيف، تمام، لو دي اتفعلت مع اتش بوزيتيف ودي اتكسرت هنا، فايه اللي هيحصل؟ هيتكون بوند كده، والبوند اللي هنا دي الباي اتكسرت، وعشان اتكسرت ثابت مكانها هنا بوزيتيف تشارج. يبقى انا محتاج مجموعه الكترون دونيتنج جروب، مجموعه مانحه للالكترونات زي الار عشان تعمل استابلايزيشن للكاتاين اللي اتكون، تمام، حاجه زي الاوميسايل جروب تمشي، تمام، حاجات كتير جدا الستايرين ممكن يمشي، الدايميسايل ماشي، ميسايل جروب، ايسايل، اي حاجه تساعد معايا وتزود في الاستابيليتي. حلو قوي. طيب انت قلت لي كاتايونيك انيشيتور، ومره تقول لي انا ممكن اضيف اسيد، ما هو الاسيد بيديني حاجه بوزيتيف، بس خد بالك الاسيدز، ارجع بقى للتعريف الاساسي للاسيد. قلنا الاسيد كان ليهم ثلاث تعريفات، من اهمهم تعريف لويس، وكان في حاجات كتير بنقول عليهم لويس اسيد، تمام. اللويس اسيد كنا بنستخدمه في الفريد الكرافت الكايليشن على البنزين، كان الومنيوم كلورايد او ممكن الومنيوم برومايد، بورون ترايفلورايد، تيتانيوم تترا كلورايد، ستانلس تترا كلورايد، كل دول عباره عن لويس اسيد، كل دول لويس اسيد. طيب واحد يقول لي انت هتلخبطنا ليه؟ ما تحط اسيد زي اللي احنا عارفينه، بيركلوريك، سلفوريك، فوسفوريك اسيد. اقول لك عادي، حط بروتونيك اسيد، لان لو خدت بالك دول كلهم ما فيهمش بروتون، وانت كل ما بقول لك اسيد بتقول لي اللي بيدي مين؟ اللي بيدي الاتش بوزيتيف. كل ما بقول لك اسيد بتقول لي اللي بيدي الاتش بوزيتيف. اهم ما يميز اللويس اسيد ان عندهم اسيدك كاركتر، ولكن ما بيحملش مين؟ لا يحمل بروتون، نون بروتونيك. لكن البروتونيك اسيد زي سلفوريك اسيد، بيركلوريك اسيد او فوسفوريك اسيد، دول تراديشنال بروتونيك اسيد، ده اسيد في بروتون، وده انا يعني بطمن من ناحيته. لكن دول يعني مثلا واحد من اكتر حاجات تستخدم في البوليمرايزيشن اللي هو البورون تراي فلورايد، البي اف 3 ده عنده تندنسي رهيبه ان هو يتفاعل مع اي حاجه عليها لون بير، او مع اي حاجه ريتش في الالكترون. حلو قوي. طيب تخيل البي اف 3 ده لو ضفنا عليه ميه، البي اف 3 تمام وضفنا عليه ميه، ما تنساش انه جزيء الميه كان عليه 2، طبعا 2 اتش، تمام، بس انا ما بتكلمش على اتش هنا، انا بتكلم ان هو عليه 2 لون بير. بيحصل انه لون بير منهم يروح ويعمل دونيشن لمين؟ يمنح واحد من اللون بير دول للبورون اتوم. حلو قوي. وعشان كده هيتكون هنا بوزيتيف تشارج. طيب هل ينفع الاكسجين يبقى عليه بوزيتيف تشارج؟ لا. هتتشطر على مين؟ على الاكسجين اللي معاه، ممكن تسحب منها الالكترون وتسيب لي دي اتش بوزيتيف، وتخلي في النهايه ان انا برضو وصلت لنقطه انه بقى شبه بروتونيك اسيد عادي. طيب لما ده لويس اسيد، الميه اشتغلت بالنسبه للويس اسيد ايه؟ كانها لويس بيز او كسورس للبروتون. يبقى اللويس اسيد في البوليمرايزيشن ما ينفعش يبقى لويس اسيد بمعنى لويس اسيد، لازم في النهايه يبقى له حاجة تانية سورس للبروتون، أفضل سورس للبروتون هي المية، تمام؟ يلا بينا بقى نشوف الانيشيتور هيشتغل ازاي. يبقى الانيشيتور هيكون لويس أسيد أو بروتونيك أسيد، تمام؟ يبقى شبه الفري راديكال بوليمرايزيشن، الانيشيتور بيتضاف، فبيتضاف على واحدة من المونومر، وبعد كده بيعمل أكتيف سايت، وبعد كده البروباجيشن اللي هو التشين بتعمل بروباجيشن وتنمو والدنيا تمشي، تمام؟ قلنا لو ضفت البي اف 3 على جزيء الميه، بقسم جزيء الميه ليه؟ ل اتش اتش، فبالنهايه ال اتش النيجاتيف هتمسك في البي اف سي، وكده بقى كلهم عليهم نيجاتيف تشارج، وبقى البروتون ده هو اللي عليه بوزيتيف تشارج، ده هو اللي هيتضاف على البوليمر تشين. يبقى الاتش بوزيتيف هو اللي هيتضاف على البوليمر تشين، يبقى ده هو اول خطوه اللي هي في الانيشيشن. حلو قوي.
اهو ده الادكت اللي اتكون، او اسمه لويس بير، اسمه لويس بير لان ده لويس اسيد، والميه ممكن تشتغل لويس اسيد او لويس بيز على حسب قصودها مين. فهنا عشان ده اسيد هتشتغل هي كلويس بيز، تمام؟ وده كده اسمه لويس بير. خلبطيطه كده من لويس اسيد مع، المهم ان في النهايه الميه بتبقى هي السورس بتاع البروتون. فطبعا هنا عشان الجروب دي بتدي الكترون، تمام؟ تعمل بوش للالكترون كده، ودي كمان بتدي الكترون بالاندكشن، فالبوليمرايزيشن ممكن اللي هو البوليرايزيشن ممكن يمشي كده فيكون نيجاتيف تشارج. النيجاتيف تشارج هتيجي رايحه عامله ابستراكت او ماسكه في البروتون ده. تعالى بقى انت مزعلنا ليه؟ حلو قوي. يبقى كده دي هتبقى اهي هتاخد بروتون، هتبقى مين؟ سي اتش 3. وادي الالكايل والالكايل جروب، ثابت مكانها مين؟ بوزيتيف تشارج هنا اهي. طيب البوزيتيف تشارج دي مين اللي عادلها؟ الكلكعه دي كلها. حلو قوي، مسكت فين؟ هنا، لان دي كلها عليها نيجاتيف تشارج، بقى دي ايونيك بوند. طيب مجال ان دي كمان تكمل بقى الرياكشن، تمام؟ خليت الكربون عليها بوزيتيف تشارج، وعشان كده الطريقه دي اسمها كاتايونيك بوليمرايزيشن. نعيد القصه دي تاني. يبقى انا اللويس اسيد حطيت له شويه ميه صغيرين، اتفاعل واداني الشكل ده اللي هو فيه اتش بوزيتيف. الاتش بوزيتيف دي هيحصل انه عشان دي بتبش الالكترون، فالالكترون هتيجي كده هتسيب بوزيتيف هنا ويتكون نيجاتيف هنا، النيجاتيف تروح تمسك في البروتون وكونت سي اتش 3، وخلاص انتهت قصتها. البوزيتيف اللي هنا بقى دي اهي، ايه اللي هيعادل الشحنه بتاعتها؟ اللي هيعادل الشحنه بتاعتها الحته دي كلها اللي هي البي اف 3 مع الاو اتش عليهم نيجاتيف تشارج، هتعمل ايونيك بوند. باكد 200 مره على الحته دي، ايونيك بوند، عشان دي تبقى ليها الفرصه انها تكمل الرياكشن. طيب واحد يقول لي هو ليه ما تكونش كوفيلنت بوند؟ هتكون كوفيلنت بوند مع مين؟ وبعدين لو كونت كوفيلنت بوند اصلا دي انتهت، تمام؟ دي انتهت القصه. هنا عباره عن ان انا عايز البوزيتيف تشارج عشان تكمل معايا الرياكشن، انا عايز البوزيتيف تشارج عشان تروح تهاجم جزيء تاني زي ما حصل في الراديكال. يعني البوزيتيف تشارج دي مره تانيه هتروح تعمل اتاك هنا على هو المونيمر الجديد، وهكذا ويحصل نقل. بس المره دي مع نقل التشارج هتتنقل الكلكعه دي كلها، هتتنقل معايا في نهايه السلسله، تمام؟ طيب يبقى انا ممكن استخدم كمان بدل اللوس استخدم سترونج بروتونيك اسيد انيشيتور، برضو بير كلوريك اسيد اهو، الاسيد اللي احنا عارفينه بقى بير كلوريك اسيد بقى، مجموعه اللي هو الكلوريت ودي مين؟ الاتش بوزيتيف. ادي الاتش بوزيتيف برضو نفس القصه، هيجي هنا ماسك في الاتش بوزيتيف والبوند دي تتكسر كده، تمام؟ هتسيب بوزيتيف تشارج هنا، وادي سي اتش 3 وادي البوزيتيف تشارج وادي الكلوريت برضو ايونيك بوند. طيب تعالوا بقى نشوف اللي هو عمليه النمو للتشين البروباجيشن. البروباجيشن بنفس القصه برضو، البوند تكسر، تمام؟ تسيب نيجاتيف، النيجاتيف يروح يهاجم وتسيب وراها هنا بوزيتيف اهو، وده كله يجي هنا، تمام؟ اهو حصل نمو باثنين يونت، ادي النيجاتيف بارت وادي برضو الكاتاين ده الاكتف سايد، وهكذا يبقى البروباجيشن مكمل معايا. حلو قوي. يبقى كده انيشيشن عادي، طبعا هنا بنستخدم الاسيد انيشيتور سواء كان لويس اسيد او كان بروتونيك اسيد. حلو قوي. طيب لو واحد قال لك فريدي كرافت كاتاليست عادي، ما هو انا هتفهم كمان ان الطريقه دي بتستخدم ترو كاتاليست مش انيشيتور عادي، هفهمك في الاخر ايه الفرق بين الانيشيتور والكاتاليست. طيب بيقول لي الكاتاليتيك بوليمرايزيشن بتمشي بسرعه عاليه جدا حتى لو الحراره قليله. فعلى سبيل المثال الايزوبيوتيلين، الايزوبيوتيلين عامل كده، وهنا في ميثايل وميثايل سي اتش 3، تمام؟ سي اتش 3 وهنا سي اتش 2. بيقول لي الايزوبيوتيلين ده عند حراره 100 درجه تحت الصفر، حراره منخفضه جدا، في وجود سترونج لويس اسيد، تمام؟ البوليمرايزيشن بتبدا وتنتهي في فراكشن من الثانيه، يعني فراكشن اوف سكند بيخلص الرياكشن تماما.
تخيل. وده بيؤدي الى ان التفاعل ده اكزوثيرميك، فبيخلي حراره الرياكتور تعلى جدا. طيب وايه المشكله؟ بيقول لي ان الرياكشن ريت والمولكيولار ويت بتاع البوليمر الناتج بيقلوا لو الحراره بتاعت الرياكتور زادت. تمام، وعشان كده لازم يكون في efficient cooling او يكون نظام تبريد efficient جدا وبشكل قوي جدا اثناء ما انت بتعمل بوليمرايزيشن، خصوصا للكاتيونيك بوليمرايزيشن. دايما هتلاقي كاتيونيك بوليمرايزيشن يقول لك ماينس 100 ماينس 80، ده كله عشان الرياكشن بيتم في حراره قليله جدا عشان يخلي الرياكشن ريت عالي والمولكيولار ويت يزيد معايا. حلو قوي. طيب تعالوا كده نشوف التيرمينيشن. في التيرمينيشن في حاجه مهمه لازم تاخد بالك منها، ان كان في نهايه التشين سي بوزيتيف صح، وبقيه السلسله ايا ما كانت تمام، وقلنا عليها مثلا سي اتش 3 هنا اهو وسي اتش 3 هنا، لو قلنا مثلا اللي هو الايزوبيوتيلين، وهنا برضو في سي عليها اتش واتش، فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل حاجه بسيطه، انا عايز اتخلص من البوزيتيف تشارج عشان انهي القصه اللي انا فيها. حلو قوي. يا اما بضيف حاجه فيها نيجاتيف تشارج او يحصل تشين ترانسفير للسولفنت وابقى نهيت القصه دي، اديها اي حاجه فيها حاجه نيجاتيف او تتفاعل مع السولفنت وتاخد من السولفنت حاجه نيجاتيف وتخلي البوزيتيف تشارج تيجي على السولفنت. دي طريقه. الطريقه الثانيه تحصل بروتون لوس، بمعنى افقد بروتون واخلص، اخلي بروتون يطلع بالبوزيتيف تشارج اللي عليه، ممكن واحد من دول ويتكون هنا دبل بوند. حلو قوي. خلي بالك انا فقدت البروتون اللي انا بدات بيه الرياكشن، المره دي فقدت البروتون اللي انا بدات بيه الرياكشن. حلو. او ممكن اضيف له نيوكليوفايل. ايه النيوكليوفايل؟ عشان ما اكبرش عليك الموضوع انا ممكن احط له شويه صوديوم هيدروكسيد NaOH بعد ما الرياكشن يتم. فهنا في OH نيجاتيف هتيجي رايحه متفاعله هنا وعامله لك في نهايه السلسله OH، المهم ان هي وقفت الرياكشن. اي حاجه فيها نيجاتيف تشارج هتروح تتفاعل مع البوزيتيف تشارج اللي عندي. حلو قوي. نرجع بقى كده الحته اللي قلتها دلوقتي في الاول اللي هي عديت عليها ولا كان في حاجه، اللي قلت لك اسمها ايه؟ بيحصل بروتون لوس، فقد لبروتون. لما بتعمل لوس اوف بروتون ركز معايا، انا بدات الرياكشن اصلا باضافه بروتون. خلي بالك اي ماده بتبدا الرياكشن ويشتغل الرياكشن لحد الاخر وفي اخر خطوه تطلع، ده اسمه كاتاليست. اسمه ايه؟ كاتاليست. يقول لي يا سلام يا اخويا، طب ما انا عملت برضه في الفري راديكال الانيشيتور، هتقول لي هو كمان اسمه كاتاليست. اقول لك لا، في الفري راديكال بوليمرايزيشن الانيشيتور اصبح جزء من التشين، بقى في نهايه التشين لحد ما خرج في الفاينل برودكت في الار او جروب دي. حلو. ولكن في الكاتيونيك بوليمرايزيشن بدات ببروتون وضفته واشتغل الرياكشن كله وفي اخر خطوه خالص طلع لي بروتون. تعالوا كده نشوفوا الكلام ده بيمشي ازاي. ادي عندي مثلا لو قلنا بسلفوريك اسيد وكانت التشين بشغاله، هيجي في الاخر مجموعه اللي هو اللي هي السلفوريك بس اللي عليه نيجاتيف تشارج اللي هو السلفوريك اسيد ناقص واحده من البروتون، يسحب بروتون من دول وتيجي النيجاتيف تشارج اللي هنا تتعادل ويديني دبل بوند. دي طريقه. او ان انا اضيف اي نيوكليوفايل، لو قلنا مثلا او اتش نيجاتيف تمام، هتتفاعل هنا وتديني اهو عامل الترمينيشن او يتفاعل مع السولفنت. يقول لي لا استنى بقى، لو انت كنت بادئ بسلفوريك اسيد وعمل سحب البروتون وانتهى بسلفوريك اسيد بقى برضو H2SO4، يبقى السلفوريك اسيد هنا السلفوريك اسيد اللي عندي ده، يبقى السلفوريك اسيد اللي عندي ده لا يمكن اعتباره انيشيتور، هو انيشيتور اه عشان بدا الرياكشن او ايا مكان الاسيد اللي انا بادئ بيه، ولكن هو يعتبر ترو كاتاليست. المواصفه الرئيسيه للكاتاليست، الكاتاليست هو ايه؟ هو ماده تحفز التفاعل وتخرج في نهايه التفاعل بدون ان تتغير. يبقى في الكاتيونيك بوليمرايزيشن الانيشيتور از كونسيدرد از ترو كاتاليست، ممكن تلاقيها في اي تكست بوك. يعني لا ده هو كاتاليست تيبيكال. ليه؟ لانه بيخرج في نهايه التفاعل في الترمينيشن ستيب، بيحصل
loss of proton، وده بيكون exactly الريفرس بتاع الانيشيشن ستيب، وده بيكون بيعمل ريكفري للانيشيتور في حالته الاصليه اللي انا بدات بيها. بدات بسلفوريك اسيد، هلاقي في نهايه التفاعل السلفوريك اسيد لسه موجود عندي. بدات بيركلوريك مثلا اهو، عمل الانيشيشن ومشى الرياكشن لحد الاخر، اخر خطوه هياخد البروتون ده ويرجع بيركلوريك، بس ده بقى ايه؟ بوليمر، خلاص مش هيعرف يرجع. ده الفرق ما بين الفري راديكال والكاتايونيك بوليمرايزيشن، والفرق بين الانيشيتور هنا وهنا. لو عندك اي سؤال تبهولي في الكومنتات، باذن الله هرد عليك. اتمنى من الله تكون استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.